السلام عليكم خاوتنا الجزائريين في كل أرجاء المعمورة. الزول في اللون، جيت برك باش تجاوبوني على واحد المعادلة ما فهمتهاش. قال لك يا سيدي، الناس اللي تكره البراني، الناس اللي تكره البراني كي تهضر على أي حاجة يقول لك حنا ما سمناش فرانسوا وما سمناش دافيد باش يعيطونا. عرضوا البراني اللي هو مالديني باش يمدوا كره قصديريه لاعب مغترب، اللاعب المغترب اللي مدايرين عليه حمله عندهم 5 سنين. اللاعب المغترب شكون هو؟ اللي عنده 6 شهور بليسي. لماذا؟ لانه اللاعبين المغتربين الرجال اللي ما قدرتوش تقنعوهم، ما قدرتوش ديروا معاهم ارونجمون، قالوا لكم ما نجيوش. إذا فهمتوا حاجة يا جزائريين فهموني. خي نتايا لما تكون أسطورة، علاه تجيب أسطورة برانية باش تمد لك الكرة القصديرية نتاعك؟ جاوبنا عليها هادي يا سي بن شيخ. خي نتا اللي ضال تقول نتوما حقارين وتجيبوا البراني وتجيبوا كذا وكذا، يا نتاعك جابوا البراني باش يكرموا لعابة، على ما كرمتهمش نتايا الأسطورة؟ يا خي الأساطير ما كثرهم في القاعة هذيك اللي قاعدين. تعرف شنو هو؟ ما شفت والو، قاعدة الناس تبعت لي وتقول لي شفت لقطة تاع وزير الإعلام. وزير الإعلام اللي كان من المفروض انه قاعد يخدم لام البيرو نتاعو، ومداير فوضى باش يقفل هذه القناة، جاء وحضر وكرم القناة. هذا يدل على شيء، يدل على انه كما قالها اخونا قدور، السكوت علامة الرضا. تسمى هاد الناس راضيين بالشي اللي داروا. رسالة برك الغلام والعائلة غلام. مش معناتها انه لما داروا معاك مارونجمو خافوا منكم انكم تهجموا عليهم في القضاء، تروحوا تخونوا الامانة، لان الامانة تاع الاخرين تاني، الامانة تاع الاخرين تاني. كاين ناس كيما محرز ابراهيمي بعتوهم يروحوا، وبالدليل اللي تحبوا بعتوهم يروحوا. يعني اوني ديسو شويه، رانا هكا مانيش عارف. ناس سبتكم، ناس اتهمتكم نتوما خاصه، بينكم عندكم اعمال وما عندكم اعمال، وجايين يعني تقبلوها وتحضروا الحفل دارتو هي. كلمني اخ على الاخ مشاش، على الاخ الجزائري المشاش المغترب، ولدنا ولد الجزائر اللي مشى لنابولي. من الفخر الكبير انه ولينا في فرق في ريادة البطولة الايطالية، عندنا 3 لاعبين، ولينا كي البرازيليين. في ليستر عندنا 2 لاعبين، في بيتيس عندنا 2 لاعبين جزائريين. وإنسان ربي يسهل له على كل، لاعب من بارادو بعتوه لو هافر في الدرجة الرابعة مع الفريق الرديف، ردوه البارادو. حتى الاتصالات باش يردوا عليهم ما حبوش يردوا عليهم، في كارثة من الكوارث. هذا يدل على شيء. تعرف أنا كنت ثائق كتير في العمل تاع أكاديمية بارادو، لكن هذا يدل على شيء، انه دل انه اكبر فيك في 10-15 سنة اللي فاتت هو الاكاديمية هذه. اكبر فيك في كرة القدم، اكبر كذبة في كرة القدم الجزائرية هي الاكاديمية هذه. الاكاديمية اللي لعبها لعاب اللي يعتبر من الاحسن اللعابة اللي خرجتهم، ما قدرش يفرض نفسه في الدرجة الرابعة مع فريق لوافر في الواحد الفرنسي، ويجيني واحد يقول لي نقدر ندير فريق وطني باللعابة المحليين. جماعة احنا قلنا عنصرية، كاين ناس مش قانعة بلي عنصرية. اذا هاد الامور اللي قاعدة تتوالى مش مقنعتكم بلي عنصرية، مانيش عارف شي قنعكم بلي عنصرية. على كل، احنا طريقنا مكملينها اليوم وغدوة وبعد غدوة. طريقنا الحرب نتاعنا مكملينها اليوم وغدوة وبعد غدوة. أملنا في الرجال تاع الجزائر بدا يكبر،
كنت الثقه هكا قاعده تروح من خاصه من رجال الدوله، لكن الحمد لله قاعد يوصلنا اشارات، يعني توصلنا اشارات انه كاين رجال في الدوله، كاين رجال يحبوا الجزائريين، كاين رجال يحبوا الجزائر ويستناو في المومو اكس برك باش يتحركوا. ان شاء الله هذا المومو اكس ما يطولش، ان شاء الله يا ربي المومو اكس. بصح حنايا من ديار الغربه والله ما انا حابسين عليكم، والله ماني حابس عليكم شخصيا عماد، مانيش حابس عليكم. شكرا لكل الاخوه، كل الاخوه اللي ساندوا، اللي يدعموا بالكلمه، اللي يدعموا بالدعاء، شكرا لكم بزاف. وشكرا للاخوه الفيسبوكيين واليوتيوبر اللي ما تضرقوش بعد ما شصرا خونا شوبير، اللي زادوا ظهره ومسانده خونا شوبير، ونعرفوا ولا ما عرفناش يبقى انه خونا شوبير ونوقفوا معاه، وكي تقاس نتقاسوا، تتقاس الجزائر، لانه ماهوش قاعد يدي في الفلوس الحرام كيما نتوما. شوبير بلاك ما مشاتلوش الدنيا انه ما قراش، بصح ماهوش زيرو، الزيروات هما نتوما، الجيعانين هما نتوما. يطلب في 200 مليون، قريتها بعثوها لي جماعه في الجريده، يضرب في 200 مليون، جيعان تبقى جيعان. كان حاجة أخرى أخيرة جماعة أخوتي، الله يجازيكم، عماد ماهوش حابس على العريضة وعلى البيتيسيون، الحمد لله. بلاد هادي فيها أمهات، الأمهات هادو جابوا رجال، والرجال هادو يوقفوا ويبقوا واقفين ونبقوا واقفين للممات إن شاء الله. كاينة حاجة برك، أخ جديد دخل في اليوتيوب ويفاجئ على القلب، اسمه عبدال دي زاد، نحط لكم رابط القناة نتاعو، روحوا تبعوه ودعموه وابونيو فلاشين نتاعو. راهو رائع والله رائع، وعن بالي او قاعد يتطور من يوم ليوم، انا نتبع فيه ما شاء الله. روحوا تبعوه ادعموه، ومرحبا بكل انسان يخدم في القضية، نادرة يخدم في القضية، مرحبا بكل انسان. الله يجازيكم، ونتلاقاو عن قريب في فيديوهات من نوع اخر ان شاء الله، نغيروا شويه النوعيه، نغيروا شويه، نطلعوا المستوى شويه، ونتطوروا شويه، ونحاربوهم بطرق اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، والله ينصر الجزائر والجزائريين، والله يخلينا رجال الجزائر الحقيقيين. السلام عليكم.